طيب الشيخ بيقول اذا كان في مسجد توحيد في البلد وفي مسجد بتاع صوفيه وقال انا القريب لي مسجد الصوفيه اقرب لهم من مسجد التوحيد وقال عندهم بدع ظاهره وضلالات هل يجوز زي اصلي معاهم؟ لا ما اصلي معاهم. صلي في مسجد التوحيد ولو بعد ولو كان انت تاخرت من الصلاه صلي في بيتك. اما صلي مع ناس وعندهم بدع ما صلي معهم ابدا. ما بيجوز الصلاه معهم. وخاصه لو كانت البدع شركيه يبقى الصلاه باطله عديل. لو صليت تدعيده. لو عندهم بدع شركيه يعني الامام اللي بيصلي بهم ده اذا لابس حجبات او بنده الفقراء او شغل بتاع التوسل والشعوذه والدجل لا الاشياء الشركيه دي الدعاء الجماعي ده ما من الاشياء الشركيه هو ده من البدع لكن ما من الاشياء الشركيه اما لو كان عنده شركيات لو صليت تعيده دي باطله عديل صليت تعيده وصية القحطاني لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.